ضغط الدم بيبلش معانا 10 سنين قبل ما بالفعل نشخص بضغط الدم المرتفع. كيف أنا شخصياً اتعافيت من ضغط الدم بعد ما أكثر من 20 سنة تناولت أدوية، واليوم 5 سنين بعد ما عم بتناول أدوية وضغطي متوازن؟ إيش الأسباب اللي بتخلينا نصاب بضغط الدم؟ شو هي الخرافات حول ضغط الدم المرتفع؟ بالإضافة كيف ممكن نساعد حالنا نتعافى ونتشافى من ضغط الدم؟ كل هاي الأمور وأكثر في هذا الفيديو. أنا حنان فرحات، خلونا نبلش. ضغط الدم هو عبارة عن الضغط يلي الجسم بيحتاجه ليدفع الدم خلال الأوردة والشرايين للخلايا للأعضاء بشكل عام. اللحظة يلي الجسم بيضطر إنه يرفع الضغط هي عبارة عن اللحظة يلي فيها مقاومة معينة في الجسم، وبالتالي الجسم بيضطر إنه يرفع ضغط الدم ليقدر يوصل الدم للأعضاء. الضغط فيه أسباب معينة اللي مهم إن إحنا نتفاداها ونصلحها، وبالتالي الضغط رح يتوازن. في اللحظة اللي منقيس الضغط لمدة أسبوع أو أكم من يوم وعنا الضغط فوقي 140/90 رح يكتبوا لنا دواء لضغط الدم. يلي بيعملوا الدواء هو إنه بيرخي العضلات والأوردة والشرايين، وبالتالي الجسم رح يكون عليه أسهل إنه يوصل الدم لباقي أعضاء الجسم. ولكن جميع الأدوية لضغط الدم بدون استثناء في إلها أعراض جانبية. الأعراض الجانبية المشتركة للجميع هي الضعف العام بالإضافة لفقدان التركيز بشكل اللي هو مستمر. هذا نتيجة إنه إحنا نزلنا نسبة الدم يلي ممكن توصل للدماغ، بالإضافة لإن ما حلينا المشكلة الرئيسية يلي إحنا بنعاني منها. وبالتالي يلي بيصير إنه إحنا رح نمرق من دواء لدواء أو نزيد دواء على دواء والضغط مش متوازن. بالإضافة لإن إحنا ما رح نكون نشعر أفضل إشي، رح يكون في عنا تعب وخمول وإرهاق وقلي بالتركيز على الأقل. رح يقولولنا نتحمى عن أمور كثيرة منها القهوة والملح والدهون والدخان إذا كنا من الأشخاص يلي بندخن. ولكن الملح هو الصوديوم، والصوديوم هو معدن أساسي لجسمنا، من دونه رح يكون في عنا تعب وإرهاق وخمول، بالإضافة لعدم التركيز والتشوش في الدماغ وضغط كبير على عضلة القلب. فالصوديوم هو معدن أساسي يلي مهم إنا نتناوله من المصادر الطبيعية. لهيك الملح الأبيض الموجود عندنا في بيوتنا هو ملح مكرر، يلي هو عبارة عن صوديوم وكلور دخلوا لمعمل، وهاي هي النتيجة. ما فيهن معادن ثانية يلي هي جدا مهمة لتوازن الصوديوم في الجسم ومهمة جدا لتوازن الجسم بشكل عام. ولكن الأملاح الطبيعية مثل الكلتك سولت أو الهملايا سولت بيساعدونا إن إحنا نتوازن، لأنه فيهن أي نعم صوديوم بكميات عالية، ولكن فيهن بنسبة معينة المعادن الأساسية مثل الكالسيوم، مثل الزنك، مثل الفوسفور، مثل البوتاسيوم، يلي هن أساسيات كمان لتوازن ضغط الدم. بالنسبة للقهوة هي من الأمور يلي هي أنتي أوكسيدنت للجسم وبالفعل مفيدة لجسمنا. المشكلة بتصير باللحظة اللي إحنا بنشرب قهوة أكتر من اللازم، بنشرب كميات اللي هي عالية، وبالتالي هرمون الكورتيزول يلي هو هرمون الضغط النفسي في الجسم رح يعلى. الكورتيزول رح يضيق لنا الأوردة والشرايين، وبالتالي الجسم رح يضطر إنه يرفع ضغط الدم. إذا بتحبوا تعرفوا أكثر عن القهوة شو هي الكمية المناسبة لإلنا إنه نشربها من دون ما نضر نفسنا، في عندي حلقة كاملة عن القهوة رح أترك لكم إياها في وصف الفيديو. أما بالنسبة للدهون، في عنا شقين، في عنا نوعين من الدهون. الأول هو الدهون المهدرجة يلي أنا كمان شخصياً بمنع عنها لأنها هي بالفعل مضرة لجسمنا، مثل زيت الكانولا، زيت الذرة، زيت عباد الشمس، زيت النخيل، كلياتها زيوت يلي فيها أوميجا 6 بكميات اللي هي عالية، وبالتالي هي عامل أساسي ليسبب لنا التهابات مزمنة في الجسم، خدوش في الأوردة والشرايين، وبالتالي رح يكون نكون عرضة لجلطات قلبية، دهون عالية، ونكون عرضة لضغط دم مرتفع. أما الدهون الصحية فهي أساسية لجسمنا، للخلايا، للقلب، وللشرايين بشكل عام.
مهم إننا نتناول الدهون الصحية بشكل يومي، مثل الأفوكادو، مثل الطحينة، زيت الزيتون، الزيتون. كل هاي أمور يلي هي مهمة وأساسية في حياتنا، لأنه من دونها رح يكون عنا كمان بالإضافة امتصاص للفيتامينات الذائبة في الدهون صعب جدا. أما بالنسبة للتدخين، التدخين ما في علاقة مباشرة بينه وبين ارتفاع ضغط الدم، ولكن في علاقة بينه وبين ارتفاع هرمون الكورتيزول، وهو بالتالي رح يضيق الشرايين ويسبب لأنه يرتفع ضغط الدم، ولكن ما في علاقة مباشرة بينهم. في علاقة بين التدخين لأمراض تانية كتير وخطيرة. هاي الأمور يلي بيحكولنا إياها في اللحظة اللي إحنا نشخص في ضغط الدم، ولكن الأساس لضغط الدم زي ما حكينا هو المقاومة العالية في الجسم. المقاومة العالية في الجسم بتنتج نتيجة أول عامل، وهو مقاومة الإنسولين. مقاومة الإنسولين معناها سكر عالي في الجسم. السكر العالي في الجسم هو نتيجة الأكل، وبالتالي الجسم فيه سكر بكميات اللي هي أعلى من الطبيعي اللي مهم إنها تكون في جسمنا. كيف تحدث مقاومة الإنسولين وشو الحل لمقاومة الإنسولين؟ في عندي كمان فيديو مفصل بالنسبة للموضوع، رح أترك لكم إياه في وصف الفيديو. ولكن مقاومة الإنسولين تعملنا عدة عوامل يلي هن كمان بالأساس بيسببونا الضغط. أول واحد السكر، لما بيكون موجود في الجسم كل جزيء سكر بيحبس 4 جزيئات من المي، وبالتالي الضغط في الجسم رح يعلى لأنه في مقاومة عالية عن طريق المي المحبوس في الجسم. بالإضافة إنها هي واحدة من الشغلات المسببة للالتهابات العالية في الجسم، الالتهابات المزمنة وطويلة الأمد يلي بتسبب لنا زي ما حكينا الخدوش والجروح في الشرايين والأوردة، وهي اللي بدورها رح ترفع لنا الضغط، رح ترفع لنا الدهنيات في الجسم، ونكون عرضة أكثر لأمراض القلب. بالإضافة لإنها أساسية في تصلب الشرايين، تصلب الشرايين وعدم المرونة في الشرايين رح يؤدي لمقاومة اللي هي أعلى، وبالتالي الضغط رح يرتفع. العامل الرابع يلي بتحطه مقاومة الإنسولين هو الوزن العالي. في اللحظة اللي أنا عندي سكر اللي هو عالي كل الوقت في الدم، فرح يكون عندي إفراز لهرمون الإنسولين بشكل عالي في الجسم، واللي هو هرمون بنائي، وبالتالي أنا رح أطلع بالوزن بشكل أكبر وآكل بكميات اللي هني أكبر نتيجة السكر، وهذا كلياته رح يرفع لي المقاومة في الجسم ويرفع لي ضغط الدم. العامل الثاني يلي بيسبب ارتفاع ضغط الدم هو ارتفاع هرمون الكورتيزول، يلي بيرتفع بشغلتين أساسيات. اولا احنا اشخاص يلي عندنا ستريس عالي في الجسم، في حياتنا كل الوقت مضغوطين، الحياة اي نعم ضاغطة، ولكن احنا اشخاص يلي ما عم نتعامل مع الضغط بشكل اللي هو سليم، وبالتالي احنا كل الوقت مضغوطين، ستريس عالي، كورتيزول عالي، في تضيق في الشرايين. الامر الثاني هو النوم. اذا احنا ما بننام بالشكل السليم او ما بننام او عندنا ارق بشكل كبير، فبالتالي رح يأثر لنا على الضغط لأنه رح يرفع لنا الكورتيزول في الجسم. أما العاملين الآخرين اللي هن مفاجآت وبشكل كبير، واللي اكتشفوا بس في الفترات أو بالسنوات الأخيرة فقط، أول واحد هو نقص في فيتامين دال. فيتامين دال أساسي في الجسم وبيشتغل على أكثر من 300 وظيفة مختلفة وأساسية، واحدة منهن انه هو يساعدنا ان ننزل الالتهابات في الجسم. في اللحظة اللي عندي فيتامين دال ناقص، الالتهابات عالية في الجسم، بالاضافة لانه في عندي تصلب اكبر في الاوردة والشرايين، وبالتالي الضغط راح يرتفع. عندي فيديو مفصل عن فيتامين دال بيشرح اساسيات فيتامين دال وكيف بالفعل ممكن ان احنا نكمله، راح اترك لكم الفيديو في صندوق الوصف. أما العامل التالي فهو التهاب جرثومة المعدة، وهو عامل جدا مفاجئ، الهيليكوباكتر بايلوري. كثير من الأشخاص مصابين فيه، كثير من الأشخاص بيعانوا منه، لأنه عامل يلي ممكن يكون عندنا خامل في الجسم، وكل فترة في اللحظة اللي المناعة عندنا بتنزل الجرثومة بترفع رأسها وبتصير فعالة، وبالتالي بتسبب لنا أعراض كثيرة يلي هي بتكون كمان الأساس لارتفاع الالتهابات المزمنة بشكل عام في الجسم، وبالتالي التهابات عالية، ضغط دم اللي هو المرتفع.
فالحل أثبت في دراسات كثيرة وأبحاث كثيرة يلي أثبتت الأمور التالية، إذا إحنا مشينا عليها بالفعل رح نحل مشكلة ضغط الدم المرتفع، وأنا شخصياً جربتها، واليوم أكثر من 5 سنين من دون أدوية ومن دون علاجات تانية أو مكملات تانية الضغط عندي متوازن. كيف فهمنا ضغط الدم أساسي؟ الأساس لإله هو تغيير نمط الحياة، لأنه إذا إحنا من الأشخاص يلي بناكل نشويات كثيرة وسكريات كثيرة هو الأساس في إنه يرفع لنا ضغط الدم. فأول حل هو إنه نمتنع عن كل هاي الأمور. الأمر الثاني إنه بالفعل نعمل رياضة، لأنه الرياضة رح تساعدنا أولاً إنه نخفف من الاسترس إذا موجود عنا. الشغل الثاني إنها نزود من حرق الجسم، نقدر ننزل بشكل سليم في الوزن، بالإضافة لأنها بتحللنا مشكلة مقاومة الإنسولين. وإذا إحنا من الأشخاص يلي نومنا مضطرب أو في عنا أرق بشكل كبير، مهم جدا إن نظبط نومنا بالشكل السليم وننام بالفعل الساعات اللازمة والكافية بالشكل الصحيح، على أساس إنه هرمون الكورتيزول ينزل، إضافة لإنه خلال النوم الجسم بيتخلص من كمية التهابات اللي هي جدا عالية. العامل اللي وراه، إذا إحنا من الأشخاص اللي عنا ستريس عالي أو ضغط نفسي وتوتر بشكل اللي هو مستمر، مهم جدا إن نحل هاي المشكلة. نحلها في أمور كثيرة اللي ممكن تساعدنا، إن كانت مكملات، إن كانت تفريغ الضغط والتوتر عن طريق الكتابة، أو نرتب حياتنا وأولوياتنا بالشكل اللي هو سليم لننزل التوتر لننزل التوتر والضغط النفسي اللي احنا موجودين فيه. وإذا كل هاي الأمور ما ساعدت، مهم جدا إن نتوجه لمختص ليقدر يساعدنا نحل المشكلة، على أساس نقدر نتخلص من الضغط المرتفع أو الضغط المستمر يلي هو مؤدي لضغط دم مرتفع. ولكن مشكلة الاسترس المزمن مش بس ضغط الدم المرتفع، ولكن له أمراض وأعراض كثيرة اللي ممكن يسبب لنا إياها وهو الأساس. لهيك مهم جدا إن نشتغل على الموضوع إذا إحنا من الأشخاص يلي عنا توتر بالفعل عالي. العامل التالي هو التنفس. التنفس دراسات كثيرة أثبتت فعاليته على تنزيل ضغط الدم، لأنه رح يساعدنا إن نخفف التوتر والضغط، إضافة لأنه رح يساعدنا ندخل كميات أكسجين بشكل اللي هو سليم للجسم، لأنه من دون استثناء تنفسنا للأسف غير سليم، بنتنفس بشكل اللي هو سطحي جدا. الهدف هو تنفس عميق، ناخذ نفس بشكل عميق على 10 عدات، نحبسه على 5 عدات، والزفير يكون على 10 عدات بشكل اللي هو بطيء. هاي العملية نكررها 15 مرة، جلستين لثلاث جلسات كل يوم، رح تساعدنا ان ننزل الضغط وبشكل كبير. نتناول الامور اللي فيها الاوراق الخضراء بشكل كبير، نتناول الاغذية اللي بتحتوي على المغنيسيوم وعلى البوتاسيوم، نشرب القهوة باعتدال، ونستعمل الملح من ملح الهملايا او الكلتك سولت، بالاضافة لأننا نمارس الرياضة وننام بالشكل السليم. في عنا مكملات كثيرة اللي ممكن تساعدنا إن نأثر على ضغط الدم، ولكن مش هي الأساس. الأساس هو نمط الحياة الصحي. المكملات هي عامل مساعد يلي رح يساعدنا ويعطينا الدفعة الأولى بإننا نتقدم نحو الهدف. مهم جدا إننا نتناولها لحد 6 أشهر مش أكتر عن هيك، وفي هاي الأثناء إحنا نصلح من نمط حياتنا لنقدر نتخلص بالفعل من ضغط الدم. أما بالنسبة للمكملات، في عنا مكملات كثيرة اللي ممكن تساعدنا إن نأثر على ضغط الدم، ولكن مش هي الأساس. الأساس هو نمط الحياة الصحي. المكملات هي عامل مساعد يلي رح يساعدنا ويعطينا الدفعة الأولى. أول مكمل هو المغنيسيوم. المغنيسيوم توريت، أنا حكيت بشكل مفصل عن المغنيسيوم، ايش ان المكملات وايش ان الاغذية الصحيحة ان نتناولها بالنسبة للمغنيسيوم، رح اترك لكم الفيديو في وصف في صندوق الوصف. المغنيسيوم ملات بيشتغل على عضلة القلب، بالاضافة انه بيساعدنا ننزل من الضغط والتوتر اللي احنا موجودين فيه، وبالتالي رح يأثر لنا على ضغط الدم. يعني اللي مهم جدا ان نتناوله هو البوتاسيوم. البوتاسيوم او ناخده كمكمل أو بناخده عن طريق الأكل، نحتاج أكثر من 3000 ميلي جرام يوميا،
موجود بكثرة في الأوراق الخضراء، موجود أيضا في الموز، موجود في العدس، وكتير أمور ثانية يلي مهم إن نتناول الكمية اللازمة من خلال يومنا، لأنه بيعمل توازن بينه وبين المغنيسيوم، وبالتالي بيساعدنا إن ننزل ضغط الدم. المحامض الأميني الأرجينين هو واحد من الأحماض الأمينية الأساسية لمرضى ضغط الدم، لأنه بيساعدنا ليرخي العضلات والأوردة والشرايين، وبالتالي بيأثر لنا على ضغط الدم، بالإضافة لأنه له حسنات كثيرة، وهو معروف ومشهور بشكل كبير عند الرياضيين، لأنه بيساعد أولاً ليبني العضلات، ثانياً إنه بيحول الدهون البيضاء لدهون بنية، بالإضافة لأنه بيرفع لنا الجروث هرمون، وهو عامل أساسي في إنتاج الكولاجين. مهم نأخذه أو بكميات كافية عن طريق الأكل، أو نأخذه كمكمل بالذات في بداية معالجة أمر ضغط الدم. بالنسبة للأعشاب، في عنا أعشاب كثيرة اللي ممكن تساعدنا إن ننزل من ضغط الدم. أول واحد فيهن هو الفطر الريشي. الفطر الريشي حكيت عنه في حلقة مفصلة، هو من الأعشاب اللي بالفعل ساحرة وبتساعدنا على توازنات كثيرة في الجسم، لأنه هو أدابتوجين، بيساعدنا إن نوازن ضغط الدم، بالإضافة إن نوازن السكر ونوازن الدهنيات في الجسم. بين الأعشاب في عنا أعشاب كثيرة اللي بتساعد إنها تنزل الضغط بشكل لحظي، رح أذكر منها شغلتين. عنا الأول هو مستخلص أوراق الزعرور، والعشب الثاني هي مستخلص أوراق شجرة الزيتون. هدول الشغلتين بيساعدونا إن يرخوا العضلات ويأثروا بشكل كبير على ضغط الدم. أهم نصيحة لمرضى ضغط الدم هو إنك ما تترك حالك، وبالفعل تعالج الأمر من جذوره، لأنه غير هيك الوضع رح يتفاقم، وبدل المرض نصير اثنين وثلاثة، وممكن يكون في عرضة لأمراض اللي هي صعبة وما ممكن يكون منها خط رجعة. لهيك نبلش التغيير من اليوم، وإذا أنت طبقت بالفعل الأمور اللي أنا ذكرتها في هذا الفيديو، أنا متأكدة إنه الضغط رح يتوازن، ورح تتوجه بعد كم من شهر للدكتور، وما يكون في داعي إن نكمل في الأدوية هاي، بالإضافة لأنك رح تستعيد الحيوية والنشاط والصحة وتكون شخص جديد. لهيك من اليوم نبلش لنوصل بالفعل للصحة اللي إحنا بنطمح لإلها. إذا اتبعنا كل هاي الأمور رح ننزل في الوزن، الضغط رح يتوازن، وما يكون عرضة لأمراض تانية كثير خطيرة في المستقبل. حياتك مسؤوليتك، وانت مهم جدا إنك تتبع هاي الخطوات لتوصل للحل السليم. إذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار اتركوا لي إياه في التعليقات، وبشوفكم الحلقة الجاي. سلامات.